انطلقت الأسبوع الماضي منافسات بطولة دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في الصين، والميداليات الأردنية اقتصرت فقط على رياضة التايكوندو بتحقيق 3 ميداليات فضيتين وبرونزية. لنحكي عن هاي المشاركة بنضم لنا مدرب المنتخب الوطني فارس العساف وأبطال التايكوندو المشاركين في هذه الدورة. مساء الخير كابتن فراس، إلك وللنجوم اللي معك. مساء النور. يعني دائما فرحينا كابتن أنتو. يعني الحمد لله، إن شاء الله على طول نظل فرحينكم. الحمد لله كابتن، نجاح جديد للتايكوندو الأردنية، واليوم كل المتابعين بيطالبوا بالإنجاز في رياضة التايكوندو. قديش هذا الموضوع بيخلي التحضيرات للمشاركات الخارجية صعب من وجهة نظرك؟ يعني البداية الحمد لله، يعني التايكوندو الأردنية يعني من أكثر من آخر 3 4 سنين الحمد لله عم تحقق إنجازات بأي بطولة، إن كانت أولمبية إن كانت آسيوية إن كانت عالمية إن كانت جراند بري. وأكيد هذا الحكي يعني ما إجا من فراغ، أكيد في عمل جماعي ابتداء من الاتحاد الأردني للتايكوندو برئاسة سمو الأمير راشد وسمو الأميرة زينة ولجنة المنتخبات اللي هي تابعة للمنتخب أول بأول، الأستاذ علي الأسمر، وكمان كان في دور كبير كبير للجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل اللي كان حاضر البطولة من الصبح للمساء وتوج للأبطال، وسمو الأميرة آية وعائشة وسارة والأمير عمر والأمين العام صراحة رنا، كل هذول العمل هذا الفريق اللي هو أدى إنه التايكوندو الأردنية تحقق نتائج بأي بطولة بأي بطولة نشارك فيها. نعم، يعني جهود عظيمة أكيد بالنهاية بدها تودينا إلى تحقيق الإنجازات. صالح، بدي أنتقل لك. صالح موجود؟ أهلا أهلا يا صالح وزيد. صالح، فضية جديدة بعد الفضية الأولمبية، بنقدر نحكي إنها هاي الخطوة الأخيرة قبل ذهبية باريس؟ يعني بنقدر نحكي زي هيك الحمد لله. طبعا يعني احنا انا شخصيا ما كنت كثير مجهز حالي لهي البطوله من ناحيه التدريب، لانه كنت مصاب، كان عندي اصابات وكان عندي كسر باصبعي، فما كنتش كثير مجهز حالي لهي البطوله. بس الحمد لله يعني تعب السنين اللي كنت أتدربه ما راح، يعني ضل موجود بفترة الراحة تاتي، ولما وصلت على الصين يعني أنا بلشت تدريب تقريبا. فالحمد لله يعني هاي الفضية يعني إحنا بنقدر نحكي إنه هي البداية للمسيرة للأولمبياد باريس 2024. إن شاء الله، يعني سلامتك، يعطيك ألف عافية. إذا هيك، إذا مش متحضر منيح وحققت هذا الإنجاز، كيف لو أنت ما عندك إصابات ومحضر حالك؟ إن شاء الله بتوصل لباريس وبتحقق ذهبية. زيد، قديه مهم إنكم تتألقوا كلكم كفريق وتحصدوا الميداليات، وهذا إشي طبعاً إحنا بنلاحظه دائماً على منتخب التايكوندو. أول شيء الحمد لله إحنا التايكوندو الأردنية إحنا يعني من أحسن أفريق في العالم هلا، أغلب العالم بيحسب لنا حساب مش زي زمان. إحنا الحمد لله هلا عندنا فريق كثير قوي، عندنا 3 من التوب 6 اللي هاللي اللحظة هاي متأهلين لأولمبياد باريس، بس بشهر 12 بيبين آخر إشي. كثير الحمد لله يعني فخر إنه نروح أي بطولة، الحمد لله يكون دائما في إنه مكان على منصات التتويج، وهذا الحكي ما بيجي من فراغ، بيجي من تعب وتدريبات كثير يعني متعبة إنه الكادر التدريبي، وبشكر كل حدا ما قصر معنا. أكيد، يعطيكم العافية. كابتن فارس، بدي أرجع لك، يمكن كل نجومنا تألقوا ولكن غاب الذهب عنا هاي المرة، شو هو السبب؟ بصراحة يعني إحنا الهدف تبعنا نتأهل من أول 6 على الأولمبياد مباشر، وهاي ما حصلت يعني بالتاريخ العرب، إن شاء الله تكون هاي أول مرة. اللاعبين بصراحة شاركوا من 12 ل 14 بطولة السنة هاي، يعني بشريخ 2-9 شاركنا بالجراند بري، بعديها شاركنا ببيروت، بعديها شاركنا بالسياد، واحنا اليوم راح بكره نبلش عندنا المعسكر، وبعد 7 ايام عندنا كمان بطوله الجراند بري. فكثره البطولات اللي عم بتصير يعني عم بيكون في عندنا اصابات، عم بيكون في عندنا ارهاق. فبصراحه لو ما كان في مثلا بطولات قبل هاي البطوله كان راح يكون في اكثر من ميداليه ذهبيه. نعم، بس يعني احنا بهمنا الهدف الرئيسي انه احنا نتاهل للاولمبياد مباشر، لانه ما عمرنا تاهلنا مباشر. نتامل المره هاي نتاهل
أقل شيء 3 لاعبين مباشر، وتكون أول مرة بتاريخ الأردن والعرب. وكثرة البطولات عم ترهق اللاعبين، وإحنا يعني اللي بيعملوه بصراحة يعني أكثر من مطلوب منهم. يعني هم اليوم ما روحوا على بيتهم، هم اليوم بكرة راح يبلشوا بمعسكر، بعد تقريبا 7 أيام في كمان بطولة، فهذا يعني بزيد الضغط وبزيد الإرهاق على اللاعبين. أكيد. طيب في البطولات الأولمبية يمكن هاي تاني مرة بتخسر جوليانا الصادق مع إنها كانت من المرشحين للفوز، فشو السبب؟ جوليانا الصادق بصراحة السنة هاي يعني حققت اللي المطلوب منها، ويعني يمكن زيادة. جوليانا الصادق هي أول لاعبة يعني بنسبة 99% هي ضامن تأهيل للأولمبياد، نعم تصنيفها الثاني على العالم. بس تعرف كثرة البطولات، يعني هي جابت فضية عالم قبل شهرين، جابت ذهبية آسيا قبل السنة الماضية، جابت ذهبية الجراند بري فاينل، فما بتقدر كل مرة أن تكون بالقمة، يعني مرة بتنزل مرة بتطلع. بس أنا الهدف تبعها هي محققيته أن هي متأهلة للأولمبياد مباشر، والهدف أنها تأهل للأولمبياد، وإن شاء الله أنها تكون بباريس المرة الثانية على التوالي، وإن شاء الله أنها تكون مصدر تتويج أولمبياد باريس. إن شاء الله، هي دائما على القمة، حتى لو بده في بعض الأحيان إنه شوي الواحد يتراجع، طبعا ولكن هي دائما وإحنا كثر بنفتخر البطولات فيها دائما. طبعا. أكيد. صالح وزيد بدي أرجع لكم. صالح، الجماهير الأردنية صارت تستنى الإنجاز من التايكوندو، هذا الإشي قديه بشكل ضغط عليكم أو بيصعب عليكم من المهمة اللي بتكون موجودة عندكم؟ يعني صراحة احنا هذا بنعتبره احنا مش ضغط علينا، بالعكس يعني هذا اشي احنا بنفتخر فيه، انه احنا قاعدين بنعمل انجازات للبلد وقاعدين بنعطي الناس الاشي اللي بتوقعوه منا. وهذا الاشي طبعا اجا ما اجا من فراغ، يعني زي ما حكى زميلي زيد، هذا اجا من وراء تعب سنين طويلة من تدريب، من ناحية التايكوندو البدني، طريقة أكلنا، نومنا، المعسكرات اللي بنعسكرها والبطولات اللي بنطلعها، يعني كلياته هذا أثر إنه خلى الكل إنه بتوقع منا إنجاز. فيعني هذا إحنا بالعكس بنعتبره نقاط قوة إلنا، وإحنا بنكون أصلاً لما نروح أي بطولة بنكون متوقعين إنه إحنا بدنا نجيب، حنكون نطلع بمنصة التتويج، لأنه إحنا من أحسن الناس بالعالم. جميل، فهذا إحنا بالنسبة إلنا مصدر قوة، مش يعني ضغط صراحة. حلو، مصدر قوة وحافز أكيد. زيد، هلأ طبعا نطوي صفحة آسيا ونفكر في الأولمبياد، شو طموحاتكم وشو احتياجاتكم؟ طبعا يعني زي ما حكى كوتش فارس، احنا الحمد لله يعني اول شيء هدفنا الان انه نتاهل على الاولمبيكس بالتاهيل المباشر، اللي تكون اول مره بتاريخ الاردن وتاريخ العرب. احنا الان لحد اللحظه هاي احنا بالتوب 6، بس احنا يعني بشهر 12 بسكر التصنيف، فهي لازم الواحد يضل شاد حاله لشهر 12. هذا هدفنا الاول. عندنا جراند بري كمان 10 ايام، هي هاي برضه يعني ان شاء الله اذا الواحد جيب فيها ميداليه يعني برضه بكون بزيد ضمان اكثر للتاهيل. هدفنا هو التاهيل ان شاء الله على الاولمبياد بشكل مباشر، وبعدين طبعا نحقق ميداليه اولمبيه للاردن وللنا وللسي في طبعا. واحنا يعني الحمد لله زي ما حكيت فارس، احنا مش ملاحقين لا بطولات ولا معسكرات، ضغط تدريبي يومي، معسكرات حتى مثل ما يعني اهلنا ما بنشوفهم، تدريب يومي، يعني حتى حياة اجتماعية الفترة هاي بالذات يعني صعب، من بعاد عنها احنا لانه مفيش وقت. وان شاء الله يعني انه الله ما يضيعنا تعب. لا، إن شاء الله تعبكم ما بيضيع، وإن شاء الله كل هذا التعب بيتوج بالإنجازات الذهبية لقدام. كابتن فارس، من هون لنهاية العام غير الجراند بري كمان 10 أيام، إيش في على أجندة التايكوندو؟ في بطولة كأس الرئيس آسيا راح تصير بالأردن إن شاء الله ب 9/11، وبعديها إن شاء الله في بطولة الجراند بري فاينل راح تصير بمانشستر. باقي تقريبا 200 نقطة على البطولات اللي ضايلة، بس يعني مش ضايلة بطولتين أو ثلاث، إن شاء الله إنه يتأهلوا لاعبين مباشر وتكون تاريخية للأردن وللعرب. إن شاء الله قدها يا كابتن، يعطيكم ألف عافية، ألف مبروك الميداليات اللي حققتوها في هذه البطولة، ومنها للأعلى منها مثل ما بنقول دايما، وبدي أبارك لك كمان بمولودك الجديد، ألف مبروك. الله يبارك فيك. إن شاء الله بنشوفكم على خير لما ترجعوا، مبسوطين إنكم دايما بتكونوا معانا بمحققين إنجازات وبتفرحوا الشارع الرياضي الأردني. كابتن فارس العساف ونجوم التايكوندو الأردنية، شكرا لوجودكم معنا.